حلقة جديدة من برنامج سما بريس، نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الوطن والتي عنونت: بعد تحرك ميليشيا شمال سوريا، وزير الدفاع الأمريكي يزور الأردن لتأكيد تعزيز مصالح الشركاء. ودمشق: على الإدارة الأمريكية التوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي ودعم الانفصاليين. أما صحيفة تشرين المحلية فجاء في عناوينها لليوم: الوزير المقداد يعزي وزير الخارجية اليوناني بضحايا تصادم القطارين، وميليشيا قصد تشن حملات دهم وتفتيش في قرى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي. أما صحيفة البناء اللبنانية فجاء في عناوينها: القوات الروسية تحسم سيطرتها على بخموت، والغرب يستعد لمرحلة الهزيمة الاستراتيجية. وصنعاء: مغادرة قوى العدوان أراضينا شرط أساسي للسلام. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة ذا واشنطن بوست: انقسام بين الحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري. أما صحيفة ذا نيويورك تايمز فعنونت: الحرب الأوكرانية تعزز صادرات السلاح من كوريا الجنوبية. وبالانتقال إلى الغارديان: الناتو خسر معركة توازن الردع ضد روسيا في أوكرانيا. وأخيرا مع صحيفة لوموند الفرنسية: نقابة فرنسا تحارب التقاعد بتركيع الاقتصاد. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى فقرة الرياضة، وفيها مبابي الهدف التاريخي للباريسي. وجاء في عناوين ماركا: رونالد أراوخو محترف محترم. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريري دو سبورت، والتي عنونت: تورينو يلاقي بولونيا في ختام المرحلة 25 من الدوري الإيطالي، وروما يدخل المربع الذهبي بفوز عسير على جوفنتوس. باب موارب للأذكياء فقط، عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية، وجاء فيها: لعله من الحماقة الاسترخاء للنيات الطيبة والخطابات المعسولة حين تتصدر واجهات أروقة السياسة، لأن الكثير من التفاصيل قد يتحول إلى مفاجآت، بعضها يكون صادما. هكذا علمتنا تجربتنا المريرة في معاركنا السياسية الضروس خلال أزمتنا المديدة. الواقع أن المسألة السورية وضعت بعض الأشقاء العرب ومعظم الأوروبيين أمام محنة وامتحان صعب، عنوانه: كيف النزول عن الشجرة، بعد أن أبقتهم الإجراءات التنفيذية الأمريكية عالقين ومعلقين معها من دون مسوغات تتكفل بإقناع شعوبهم بسلامة موقفهم إزاء وضع إنساني بدأت مشاهده تتصدر اهتمامات العالم مع حادثة الزلزال من دون أن تقف عندها. فالكارثة تمتد راجعة مسافة نحو 12 عاما، وهذا بات موثقا في ذاكرة الشرق والغرب. الوقائع تؤكد اليوم أن ثمة إعادة حسابات تجري على مستوى عالمي لا مجرد مستوى إقليمي ضيق بشأن التعاطي مع سوريا. أحيانا تكون الملفات التي تدار من تحت الطاولة أشبه بالمياه التي تجري من تحت من يحاولون الاحتفاظ بسلفهم الأجوف ومكابراتهم وينأون بنفسهم وشعوبهم ومصالحهم بعيدا خارج لعبة الأمم، ويكون ضرب من ضرب وهرب من هرب. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية أن الجيش الإسرائيلي يخشى من فقدان القدرة على تنفيذ طلعات جوية حربية بعدما قام جنود من الاحتياط بالاحتجاج وقرروا عدم حضورهم التدريبات الجوية. وبحسب الصحيفة الصهيونية يأتي ذلك بعد أن أعلن 37 طياراً إسرائيلياً من قوات الاحتياط عدم
تم حضورهم التدريبات المزمع عقدها في سلاح الطيران احتجاجاً على التشريعات القانونية في حكومة بنيامين نتنياهو. وقال الطيارون إنهم سيعودون إلى التدريب المنتظم فقط في حال أوقفت حكومة نتنياهو محاولاتها لدفع حزمة الإصلاحات المثيرة للجدل إلى موافقة المشرعين. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان كيف تتخلص من عدم التركيز وتشتت الأفكار. وفي التفاصيل، يشير طبيب أعصاب في تغريدة له على تويتر إلى أن هناك مجموعة أدوية منشطة للذهن تؤثر في عمل الدماغ وتحسن الذاكرة وتركيز الانتباه وسرعة التفكير، ولكن هذا ليس كافياً حسب الطبيب، فقد نصح بحفظ القصائد الشعرية لأهميتها بتنشيط الذاكرة، وشدد بالذكر أنه يجب تنشيط الذاكرة قبل النوم لأن الدماغ يكون مهيئاً لحفظ معلومات كبيرة وذلك قبل النوم. منزل بتركيا يدور حول نفسه دورة كاملة، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، وجاء فيه: تحول مبنى سكني يملكه رجل أعمال تركي إلى حديث وسائل الإعلام في تركيا على خلفية طريقة بنائه الفريدة، حيث تم بناء البيت في ولاية ريزا الواقعة على البحر الأسود، ويمكن تدويره 360 درجة. وبحسب ما أوردت وسائل إعلام تركية محلية، تعود ملكية المبنى لرجل أعمال تركي، والذي قال إن فكرة بناء بيت يمكن تدويره 360 درجة جاءت نتيجة التضاريس المحيطة به والأحوال الجوية، ولذلك قام ببنائه وفقا للمعايير الأوروبية على حد تعبيره. كما أضاف في تصريحاته إن بناء البيت وتجهيزه استغرق عاماً واحداً، وهو مكون من طابقين يمكن تدويرهما بواسطة عجلات، لافتاً إلى أنه وإخوته شاركوا في بحث وتطوير هذا البيت الذي كان في السابق منزلاً خشبياً لكنه بات اليوم أكثر حداثة. أملا مشاهدينا، وننتقل إلى فقرة ريشة رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.